معي الآن على الهاتف سعادة النائب أحمد الخلايلي. الله يسعد مساك سيدي. يسعد مساك الحبيب، يا هلا. الله يعطيك العافية. يا مرحبا. يعني انت وعدتنا امبارح انه يكون في اليوم إجابة ردا على سؤالك لمعالي وزير التربية والتعليم بخصوص بسكوت ال 2.5 مليون سيدي العزيز. نعم يا سيدي. تفضل سعد. يا سيدي، اول شيء امبارح بعد اتصال حضرات الموقرين وبعد ما انتشر الإجابة كان موجودة على موقع الإلكتروني للمجلس، التقطها كثير من وسائل التواصل الاجتماعي والصحف ايضا والمواقع الرسمية. نعم. وبعض المحطات. نعم. وتكتب كثير امبارح، وجوز اللي تابع هالمواقع هاي كلها شاف كثير وقليل، فالموضوع اشبع امبارح جميع الجوانب. فقامت الحكومة امبارح ايضا برد، شفتوه في الساعة 10 بالليل او 9 على الصحافة، يعني رد غير رد اللي مكتوب للسؤال النيابي. بعث رد امبارح على الصحافة ونشرهم امبارح بالليل. نعم. الرد اللي نشروه امبارح مع الرد اللي جاني مكتوب مع لقاء اليوم صباحا مع معالي وزير التربيه والتعليم، نعم، انجلت الصوره يعني والضبابيه اللي كنا سالنا السؤال من اجلها، يعني انجلت انه الان التغذيه المدرسيه ماشيه من عام 2015 وبالتعاون مع القوات المسلحه. اول نقطه بالنسبه للغرف هذا اللي فيه البسكوت اللي طلع عليه بدعم روسيا او كندا، هذا كان لاعوام سابقه. نعم. وهذا ثبت بالدليل القطعي، واليوم معالي الوزير حتى جاب معه عينات من البسكويت اللي تعوزها هاي السنة. ممتاز. كان لأعوام سابقة. الآن السنة الماضية لغاية الفصل الأول مشت الأمور تماما وتم توزيع التغذية هي عبارة عن البسكويت بطريقة عادية. الفصل الثاني عندما توقفت الدراسة ب 17/3. نعم. كانت الآن في كميات موردة. كميات واصلة للأردن. واصلة للمدارس. نعم. والعطاء موجود وثلاث مدفوع القوات المسلحة. نعم. الآن هذه الكميات تم التصرف بها يعني من خلال عدة وسائل، منها بعض الطلاب أعطوهم الكميات وأخذوه معهم لبيوتهم، يعني الكميات مصروفة عليهم، أعطوهم إياها الكميات اللي صارت موردة وأخذوها لبيوتهم مشان يأخذوها. إجا الفصل الأول من العام الحالي. نعم. استمروا أيضا، هذا اللي أنا رأيته أنه كان خطأ لأنه الوضع الوبائي ما كان يعني مستقر ولا مبين. نعم. استمروا بالتوليد الفصل الثاني واستلموا كميات من المرحله الاولى والثانيه. نعم. على ان الدوام يكون وجاهي في هذه المرحله. نعم. ايضا حدث نفس الشيء، قدموا كم من يوم وصارت عندهم كميات مورده للمدارس، فقاموا باعطائها للطلاب لاستهلاكها في منازلهم. صار التعليم عن بعد. صار الفصل الثاني. نعم. الفصل الثاني كان مقترح يغير من السؤال ان على الاقل نوقف هاي التغذيه، هاي 7 ملايين سنتين. يعني هاي اموال، قلنا هاي اموال دافعين الضرائب، صح المتلقي ابني وابنك وطلابنا واللي مورد القوات المسلحه. نعم. بالاخير هاي اموال اهل يعني دافعين الضرائب. يعني سعادتك السؤال بس اذا سمحت لي الان، هو هذا البسكوت هو دعم ايضا من القوات المسلحه؟ لا يا سيدي، مقابل الثمن. عفوا؟ مقابل الثمن من القوات المسلحه. نعم نعم نعم. يعني شراء في عقد موقع بين الوزاره والقوات المسلحه بتوريد هذه الكمية من 2015. نعم ممتاز ممتاز. الآن الفصل الثاني كان مقترحي على معالي الوزير إنه التريث ووقف الإنتاج بهاي المبنى وتحويل الأموال إلى جهة أخرى، وأخذوا بالاقتراح، فلذلك اقفلنا باب النقاش اليوم من هذا المنطلق. يعني تم التصريح من معالي وزير التربية والتعليم بهذا الكلام. نعم يا سيدي. انا بدي اشكرك سعاده النائب احمد الخلايلي على هذا التوضيح سيدي العزيز، واحنا ازعجناك ولكن اشكرك انك انت اليوم وضحت لاخواننا المواطنين، وانت ممثل للمواطن الاردني تحت قبه البرلمان سيدي، كل الاحترام لك. هذا واجبنا واجباري ان اي شيء يفكر فيه المواطن يتصل، واذا في اي ضبابيه انها تجلى بطريقه واضحه زي ما صار. كل الاحترام سعاده النائب احمد الخلايلي، كل الاحترام لك سيدي على هذا التوضيح لاخواننا المواطنين. هذا هذا يا